البلاصه هي المؤديه الى شاطئ سهله، وهي اللي كيدوزوا منها دايرين طريق خصها تكون فيها ممر للراجلين ودايرين ممر ديال السيارات. دابا المشكل اللي دايز كيقطعوا الراجلين في الطريق ديال السيارات. اللي بغينا هو هاد البلاصه يدار فيها باب اللي كيدوزوا منه الراجلين حفاظا على السلامه ديالهم، وما كنكرهوش نكون الطريق هذه بان تصايب ليها جماليه الجدار اللي كيؤدي لمدينه سهله. مدينه سهله غاده في التطور، وبغينا الحمد لله من هنا لقدام نشوفوا مدينه سهله مدينه جميله نظيفه. والسلام عليكم. المشكل اللي كاين هو عندنا هذا القوس هذا، كاين هذا القوس هذا، هذا القوس عنده مشكل، الناس ما تيبقاوش من يدوزوا. خاصنا ضروري شي قوس صغير للباب الرئيسي اللي يدوزوا منه الدراجين اللي يدوزوا منه الشباب والشابات. يعني دابا حاليا كاين مشكل عندنا هنا، تتسنى حتى تدوز الطوموبيل عاد يدوزوا الناس، ولا تيدوزوا الناس وتيخلوا الطوموبيل مستفين هنايا، تيديروا عقاله، يعني مشاكل تتوقع. ودابا تنتمنى الله من المسؤولين الله يجزيهم بخير، البلاد غادا وتتزيان الحمد لله، ونتمنى من الله شي قوس يديروه لنا ليه، الله يجزيكم بخير. هو هذا حسب المرور وداك الشيء ديال بنادم. خص مثلا هذا الباب هذا في البلدان القبور يكون باب ولا يكون باب من ليه، باش يبقى بنادم يلقى منين يدوز، حيت صعيبه على الدراري. اولا الدراري ملي كيبغي يدخل خصو يبقى واقف تما كيطول هكا بحال هكا يقدر ما يمارسش البال، هذا هو اللي كاين. هو كنتمناو يصوبوا شي باب هنا بحال هكا المره وصافي، هذا الشيء اللي كاين.